السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي. النهاردة في قناة منوعات دودي، النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض المشبك الدمياطي. بما إن أنا بقى طبعا دمياطية وكده، فبإذن الله هقول لكم طريقة مبسطة للمشبك اللي عاوز يعمل المشبك في البيت. في ناس سألونا عليه كتير وفي ناس مستنيين نعمله، فبإذن الله أنا هعمل لكم النهاردة المشبك الدمياطي بطريقة مبسطة كده وسهلة، بحيث كلنا نقدر نعمله لأولادنا في قلب البيت. وكمان أنا هعدل فيه حاجة صغيرة، هو طبعا المشبك بيبقى لونه أصفر. أنا النهاردة هلون المشبك بتاعي، هعمل منه اللون الطبيعي بتاعه المشبك الأصلي، وهعمل منه بالأحمر، وهعمل منه كمان باللون الاخضر، يعني حاجات كده لاولادنا عشان يفرحوا بيها بس، مش اكتر. فباذن الله كده الحاجه اللي معانا دلوقتي كيس خميره فوريه، ورشه ملح زي ما انتم شايفين كده، كوبايه نشا، وكوبايتين طبعا دقيق، ومعانا ميه دافيانه بحيث ان هي ما تكونش ميه سقعانه من الحنفيه، عشان طبعا في خميره يعني في ميه دافيانه، عشان طبعا الدقيق والنشا والحاجات ديت لازم طبعا تخمر شويه. تعالوا مع بعض كده نعمل مع بعض، نشوف المقادير بتاعتنا ايه وايه اللي احنا هنعمله في البدايه. طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي، انا اول حاجه هبتدي بيها هقول بسم الله طبعا، واول حاجة هبتدي بها الدقيق زي ما انتم شايفين كده، ادي اول كوباية، وادي تاني كوباية، وكمان النشا بتاعتنا، وكمان هضيف ذرة الملح، وهضيف كمان كيس الخميرة الفورية زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا هقلب كل دوت الاول كده زي ما انتوا شايفين، طبعا انا ما حطيتش فانيليا عشان خاطر النشا بتاعتي فيها فانيليا، هقلبه بس الاول كده كويس، وبعد كده نقول بسم الله ونبدأ نضيف المية بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا انا هضيفها بالتدريج، عشان طبعا انا مانيش عايزة المشبك بتاعي عجينة، يعني انا مانيش عايزاه عجينة، انا عايزاه يبقى سايل شوية، بحيث ان العجينة بتاعته ما تبقاش متماسكة، انا عاوزاه سايح شوية زي قوام الكيكه كده. زي ما انتم شايفين كده، طبعا لازم تقلبي كويس عشان مفيش حاجه تبقى مكلكعه معاكي او تبقى في اي حاجه متماسكه جواها. زي ما انتوا شايفين اهو، ده كده الخليط بتاعي اهوت، شايفين عامل ازاي اهو. دلوقتي هبدأ ان انا الحاجة الثالثة بقى اللي انا هعملها دلوقتي، هبدأ ان انا اقسم العجينة بتاعتي ديت على 3 حاجات، عشان طبعا هشكل منها لونين، واللون التالت بتاعه هيبقى اللون الاساسي بتاع المشبك بتاعنا الدمياطي. خليكم معايا ونشوف مع بعض هنعمل ايه. شايفين كده دلوقتي، انا دلوقتي كده معايا 3 بولات، هبدأ ان انا اقسم العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهو على 3 بولات، طبعا بالتساوي.
انا كده قسمته على الـ3 بولات زي ما انتم شايفين. هنبدأ دلوقتي ننزل اول لون كده، مانيش هكتر منه، انا بس هحط حاجة بسيطة خالص عشان طبعا انا مانيش عايزة العجينة بتاعتي تكون غامقة. وهبدأ زي ما انتوا شايفين كده اهو، طبعا دلوقتي كده انا خلصت اللونين بتاعي ودوت اللون الاساسي بتاع المشبك. انا هسيبهم يخمروا، يعني هم ما هيخمروا باذن الله، هتترفع طبعا لغاية فوق المطبقية كده لغاية فوق، او البولة بتاعتي هو دوت اللي انا هكون عاوزاه. انا طبعا هسيبها ساعة تخمر وبعدين هناخدها ونحمرها مع بعض، وعلى ما هي تخمر باذن الله انا هعمل السكر بتاع العسل بتاعه، كوباية مية مع كوباية سكر وعصرة ليمونة، وهسيبها شوية عشان باذن الله لما يطلع المشبك بتاعي من النار من المقلاية باذن الله نحطه في العسل ونسقيه ازاي. وزي ما انتوا شايفين دلوقتي كده الـ3 انواع اللي انا عملتهم اهوت، او الـ3 الوان بدأوا دلوقتي ان هم خلاص ارتفعوا خالص اهوت. فهبدأ دلوقتي بقى ان انا اشتغل فيهم. طبعا معايا اكياس تلاجة عشان افضي كيس كيس من عشان افضي كل بولة من ديت في كيس، وافتحها بالظبط زي كيس الحلوان عشان اقدر اشتغل بيه ويكون سهل الاستعمال معايا وانا وانا بشتغل في الزيت. تعالوا بقى مع بعض كده نشوف احنا هنعمل ايه وايه الاشكال اللي احنا هنعملها بيه. زي ما انتوا شايفين دلوقتي كده انا دلوقتي حطيت في المقلاية بتاعتي زيت غزير كده، عشان طبعا لازم يكون في زيت كتير عشان ما يتحرقش مني. وفي الجنب التاني اهو زي ما انتوا شايفين انا بعمل السكر، بعمل العسل بتاع المشبك اهو، وكمان هنا الزيت اهو اتقرب يبتدي ان هو يسخن. وهنبتدي اول حاجة اهو باول كيس، طبعا هفتحه فتحة صغيرة علشان خاطر طبعا ما يتكبش كله في قلب المقلاية مرة واحدة. هنبتدي بس الاول كده نجرب، هو كده تمام. كده بقى هنبدأ مع بعض ان احنا نشكل الشكل اللي احنا عاوزينه. طبعا محدش هيقدر يظبطه زي اللي بيشتغلوا فيه بالظبط، او زي الصنايعيه اللي هما بيشتغلوا فيه، هما دول اللي هيقدروا يظبطوا بالظبط الشكل بتاعه. فاحنا بنحاول ان احنا نعمل شكل مبسط بس لا اكتر ولا اقل.
طبعا طول ما انت واقفه تحاولي ان انت تقلبيه يمين وشمال عشان ما يبقاش طبعا من جوه لسه نايم. واهم حاجه المشبك اول ما يطلع تسيبيه يبرد، وبعد كده تسقيه بالعسل، ما تسقيهوش وهو سخن، عشان انت لو سقيتيه وهو سخن هيطرى منك وهو هيبوظ. فانت تسيبيه يبرد وبعد كده تقومي ساقياه بالعسل بتاعه، هيطلع لك زي بالظبط المشبك بتاع بره. زي ما انتوا شايفين اهو. دلوقتي كده احنا هنبدأ بقى نعمل اللون الاخضر. دلوقتي بقى نبتدي نعمل الاخضر مع بعض. بس انا هحاول ان انا اعمل لكم قرص منه. دلوقتي كده هنعمل مع بعض اللون بقى الاساسي. طبعا ده انا ما حطيتش عليه اي الوان، فده باذن الله هيطلع اللون الذهبي. طبعا انا مش قادره احرك الكاميرا اكتر من كده، انها وقفت مرتين السخونيه. طبعا انتوا عارفين ان الزيت طبعا بيطلع صهد جامد وبيطلع سخونيه جامده. ده الاصلي بتاعنا يا جماعه، دوت اللي هو المشبك اللي هو الاصلي. بس طبعا انا هخليه كمان اللون ياخد اللون الذهبي بتاعه الاصلي. طبعا وانت بتقلبيه خدي بالك علشان خاطر ما يتحرقش منك. زي ما انتوا شايفين اهو، ده اول واحد معايا اهو، والتاني في قلب المقلاية. طبعا
طبعا بعد ما يخلص بإذن الله استنى العسل بتاعي يهدى، وبعد كده أسقي المشبك بتاعي عشان ما ينفعش تسقي المشبك وهو سخن، وفي نفس الوقت يكون العسل بتاعك سخن، ما ينفعش، لازم أن يبردوا علشان لما تسقيهم لا المشبك معاكي القرمشة بتاعته تروح منك، وفي نفس الوقت علشان خاطر ما يطراش. انا اول ما عملته في البدايه خالص كان كنت حطيت المشبك في العسل وهو كان لسه سخن، فتلاقيته طرى واتهرد وباظ خالص. انما اسلم طريقه لازم تسقي العسل بعد ما يبرد خالص تماما، والعسل بتاعك يبرد تاخدي منه احسن نتيجه واحسن حاجه. وبكده يا حبايبي اكون خلصت معاكم الفيديو. كده شكل المشبك بتاعه اهوت، الاخضر والاحمر والاصفر. طبعا الاصفر دوت طبيعي، انا ما حطيتش عليه اي الوان، انما الاحمر ضفت له لون احمر طعام، والاخضر نفس الطريقه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وباذن الله تجربوه، وما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس، وتسيبوا لنا كومنت حلو كتشجيع منكم لينا. هقول لكم حاجه مهمه جدا، اوعي تسقي المشبك بتاعك العسل هو سخن. اذا كان العسل سخن او المشبك سخن اوعي ان انت تعملي كده، استني لما المشبك يبرد والعسل يبرد وبعد كده ابدأ ان انت تسقي المشبك بتاعك علشان خاطر طبعا ما يطراش معاكي ويفضل ناشف زي ما هو. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واستنونا بإذن الله على فيديو جديد. مع السلامة.